هنعمل الميلك تشيك ونشوف ازاي هنقدر نعمله. حليب وايس كريم فانيليا وتلج وشويه فانيليا كده اسانس وصغيرين، وخلينا نشوف هنعمله ازاي. ده سهل قوي. وكريمه طبعا. هنا بنعمل ايه؟ بقوم حط الحليب عندي، المنيو قدام حضراتكم، ونقوم واخدين عندنا الايس كريم الفانيليا الايس كريم الفانيليا مش محترمني، احب انا اللي هو لا هو سايح قوي ولا ماسك قوي. هو طبعا مش هيعوز ايه؟ مش هيعوز سكر. شويه فانيليا صغيرين جدا. بس ده فانيليا بس. مفيش حاجه تاني فيه. ايس كريم حليب وبس، في اسهل من كده؟ من غير تلج. انت مش محتاج تلج اصلا. امال الايس كريم بيعمل ايه؟ صوص بقى حلو. ده ايه؟ ايوه. تعالى هنا يا استاذ احمد. بجيب عندي الشرايط ديت واحط فيها صوص الكراميل بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. نقوم واخدين عندنا الباشا الجامد ده ونحط مصابين ونطلعش للآخر عشان نعمل حساب اللي فيه ايه؟ فيه كريمة. ده بالظبط يا سبحان الله. هنا بجيب عندي ايه؟ بس نمسح ديت. هجيب عندي كريمة واجيب عندي كيس وغيرت بالبلع. عندي اشكال كتير، خير كتير ما شاء الله. فاللي يعني اي بلبلة عندك او اي قمع تشتغلي بيه. وكريمة العصاير ما تبقاش مخفوقة قوي، بس عشان بقيت الناس تكون عارفة كريمة العصاير ما تبقاش مخفوقة قوي. بص بتبقى عاملة ازاي؟ يعني لو هتجيبي لك كريمة حيواني بلاش تخفق قوي، اللي هي ايه تبقى جامدة، لان لو خفقتيها الحيوان اسف هتفصل منك. دي كريمة نباتي او كريم شانتيه، بس ما تضربهاش قوي. نحط عندنا الايه؟ الكريمه بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. بص الجمال، شيك سبرانكلز كده عليها من فوق. وبعد كده اهوت نقوم جايبين عندنا الشاليموهات بتاعتنا. يلا، وفي النص هنا كده اهو نقوم حاطين دي ودي كمان.